أهلا وسهلا بالجميع. اليوم بسوي معكم حل السميد البارد بطريقة جدا سهلة ولذيذة. في طاوة على النار أذوب ملعقتين من الزبدة وأضيف كوب من السميد، استخدمت سميد فستقة، أقلب على نار هادية لما يتشكر ويعطيني هاللون. أضيف لك كوب سكر وأضيف الماء الساخن بالتدريج شوي شوي لما يخلص كل مقدار الموية. أقلب كل المكونات مع بعض لما يذوب عندي السكر. أضيف كوب من الحليب وأقلب كل المكونات مع بعض لما يثقل عندي قوامه ويصير بهذا الشكل كذا تمام. أرفع النار وأوزعه بالقوالب، أرتب طبقة السميد بالقوالب بهذا الشكل وأخليها على جنب. للطبقة الثانية عندي هنا الحليب السائل والسكر والنشا، أقلبها على البارد بعدين أشغل عليها النار. أضيف شوية ماء ورد، أقلب على نار هادية وأضيف ملعقة صغيرة زبدة وأقلب لما يصير عندي قوام الخليط بهذا الشكل، أوزعه فوق طبقة السميد وأخليه يبرد تماما. آخر شيء راح أزينه بالكريمة المخفوقة بهذا الشكل، وأزينه كمان بالفستق المطحون من فستقة. شوفوا معاي تبارك الله لونه ياخذ العقل، وزينته كمان بجوز الهند المحمص، يعطي قرمشة جدا لذيذة وطعمه خيالي، وأكيد ما يحلى الحلا إلا بالتزيين بالورد الذهبي من فستقة. وكذا اكتمل حلانا اليوم، جدا لذيذ وجدا رائع. أتمنى تجربونه وتعطوني رأيكم، وبالعافية عليكم مقدما. متماسك والطعم يفوق الخيال، جربوه.